اولا نذوبوا 70 غرام زبده مع 50 غرام شوكولا غنيه بالكاكاو في حمام مريم، من بعد نضيف ليه 100 غرام سكر سنيده ما يعادل كاس عنبر لارو، ثم نضيف جوج بيضات بالتدريج ونستمر في الخلط. من بعد نضيف معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان و 4 غرام كاكاو مر ما يعادل 2 معالق ممسوحة من الكاكاو، نخلط الكل ثم نضيفو 47 غرام ديال الدقيق بالتدريج ما يعادل 3 كاس ديال العنبة وقبصة ملح، أخير نضيفو معلقة صغيرة من الخمارة ديال الحلوى ونخلطو الكل حتى يتجانس معنا. ونصبوه في المول اللي دهناه بالزيت وفرشنا له ورق الطبخ، دخلوه الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 حتى 30 دقيقة. الآن وجدوا الكلاص بالشوكولا ووضعوه في كاسرونة 400 ملل ديال الحليب، نضيفوا لها 40 غرام ديال السكر، 20 غرام ديال الكاكاو مغربل، 30 غرام ديال النشا، حطوا جميع هاد العناصر مزيان، عاد نوضعوهم على النار مهيله مع التحرك حتى يعقد لينا الخليط ونطفي عليه. من بعد نضيف ليه 200 غرام ديال الشوكولا الغنيه بالكاكاو ونستمروا في الخلط حتى يذوب لينا الشكلاط مزيان، ونوضعوا الكل في اناء من بعد نضيف ليه 200 غرام ديال الياغورت طبيعي ما يعادل 2 ديال الياغورت، نخلطوا الكل مزيان ونخليوه على جنب. نطرب 400 ملل ديال الكريمه السائله، ما نطلعوهاش مزيان، ونضيف ليه خليط الشوكولا. كيف كتلاحظوا دائما كنحرك من تحت لفوق بسباتول ولا بالفوي، من بعد ما خرجنا البراوني من الفرن نضيف ليه نصف كمية الكلاص، ودخلوه المجمد لمدة 30 دقيقة تقريبا،
بما تماسك نوجدوا الطبقه الثالثه او لانسيغ ديالنا اللي غنحتاجوا فيه 100 مللتر ديال الكريمه، نطربوها مزيان ونضيف ليها 6 ديال حبات اوريو مهرمش، وكميه الاوريو كتبقى اختياريه. من بعد نضيفوه فوق الايس كريم، نحاولوا نسرحوه بدون ما نوصلوه للجوانب. ونكبوا عليه ما تبقى من الكلاص. ونغطيه بالسلوفان او الفيلم اليمونتير وندخلوه للمجمد 6 سوايع او ليله كامله. في الاخير نوجدوا القماش، غادي نسال واحد القماش اللي هو بسيط، غادي نحتاجوا فيه فقط 100 غرام ديال الشوكولا مذوبه، ونضيف ليها 40 مللتر ديال الحليب، نسكبوه فوق الايس كريم ديالنا من بعد ما خرجناه من الفريكو وحيدناه من المول وحطيناه في طبسه ديال التقديم، والتزيين كيبقى اختياري كيف بغينا وبصحه وراحه.